بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة والطالبات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح مع بعض درس بعنوان أسلوب الاستثناء. تعالوا مع بعض نتعرف على معنى الاستثناء. الاستثناء إن أنت تدي حكم على مجموعة وبعد كده تستثني منهم واحد أو بعض الأفراد. طيب الأسلوب ده بيتكون من إيه؟ بيتكون من 3 أركان أساسية، عندي المستثنى منه، وعندي أداة الاستثناء، وعندي المستثنى. طبعا الأدوات بتاعت الاستثناء إلا وغير وسوى، وفي أدوات تانية هنشرحها في آخر الدرس، بس احنا جامعين ال3 أدوات دول مع بعض عشان حكمهم متشابه. إلا ده حرف لا محل له من الإعراب، أما بالنسبة لغير وسوى فهما اسمان يعربان إعراب الاسم الواقع بعد إلا. يعني زي ما هعرب الاسم اللي هيجي بعد إلا، نفس الحكم هينطبق على غير وسوى. طيب تعالوا الأول نقسم الكلام عشان ده هيفيدنا كتير جدا في فهم أسلوب الاستثناء. أولا أنا عندي نوع من الكلام اسمه الكلام التام المثبت، هو كلام تام لأن المستثنى منه موجود في الجملة، ومثبت لأن مفيش أداة نفي. يبقى عندي شرطين أساسيين، المستثنى منه موجود ومفيش أداة نفي، يبقى ده كلام تام مثبت. طيب في الحالة دي لما يكون الكلام تام مثبت، الاسم اللي بيجي بعد إلا اللي هو المستثنى بيعرب ايه؟ بيعرب مستثنى منصوب، وغير وسوى تعربان أداة منصوبة على الاستثناء، واللي بعد غير وسوى بيعرب مضاف إليه وبيكون هو المستثنى. فأقول قرأت الجرائد إلا جريدة، كلمة جريدة هي المستثنى، وطبعا إعرابه مستثنى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. أما لو جيت للنوع التاني اللي هو الكلام التام المنفي، كلام تام قلنا يعني موجود المستثنى منه، منفي يعني في قبله أداة نفي، فهنا المستثنى بإلا بيعرب هو وغير وسوى إعراب واحد مستثنى منصوب، أو بيكون بدل من المستثنى منه. طب تعالوا نشوف البدل. لو قلت ما تخطى المتسابقون المسابقة إلا رجلان، هنا كلمة رجلان بدل، والمبدل منه هو كلمة المتسابقون، فكلمة رجلان هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الألف لأنه مثنى. أما المثال الثاني أقول ما تخطى المتسابقون السباق إلا رجلين، هنا كلمة رجلين أنا أعربتها مستثنى منصوب بالياء لأنه مثنى. لو جينا للنوع الثالث من الكلام وهو الكلام الناقص المنفي، معنى ان الكلام ناقص يعني مفيش مستثنى منه، ومعنى انه منفي ان في أداة نفي، فهنا المستثنى بإلا وغير وسوى بيعربوا حسب موقعهم في الجملة. فأقول لا ينكر فضل الأبوين إلا العاقون، هنا طبعا العاقون فاعل مرفوع بالواو لأنه جمع مذكر سالم. طب عرفت ازاي؟ خبي على أداة النفي اللي هي لا، وخبي على أداة الاستثناء اللي هي إلا، وقول الجملة هتبقى الجملة ينكر فضل الأبوين العاقون، فهتبقى العاقون تمام فاعل مرفوع علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. أما لو قلت لا ينكر فضل الأبوين غير العاقين، هنا هتبقى غير بتعرب حسب موقعها في الجملة، وهنا موقعها في الجملة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة. تعالوا بقى ناخد الشق الأخير من الدرس وهو الاستثناء بخلا وعدا وحاشا. الأدوات دي يا إما تعتبرها حروف جر والمستثنى بعدها بيكون مجرور، أو تعتبرها أفعال ماضية والمستثنى بعدها يبقى مفعول به. فتقول قطفت الأزهار عدا زهرتين، كلمة زهرتين ممكن تقول عليها مجرورة بعدا وعلامة جرها الياء لأنها مثنى، أو تقول إنها مفعول به منصوب وعلامة النصب الياء لأنها مثنى. مثال تاني تقول دعوت الزملاء حاشا أبا بكر، هنا أبا تقول عليها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، أو ممكن تقول الجملة بشكل تاني دعوت الزملاء خلا أبي بكر، هنا أبي هتقول عليها مجرورة بخلا وعلامة جرها الياء لأنها اسم من الأسماء الخمسة. طيب لو دخلت ما على خلا وعدا، في الحالة دي ما بنعتبرهاش
إلا أفعال ماضية، ولازم يكون اللي بعدها مفعول به، يعني ما أقدرش بقى أعتبرها حروف جر. لما بتدخل ما على خلا وعدا ما بقدرش أقول إنها حروف جر، لأ بعتبرها على طول أفعال ماضية ويكون اللي بعدها مفعول به. فنقول كل شيء ما خلا الله باطله، فهنا لفظ الجلالة على طول أعتبره مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأني هعتبر إن خلا فعل ماضي مبني على الفتح. ولو قلت مثال تاني هقول يغفر الله الذنوب كلها ما عدا الشرك به، هنا الشرك مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن عدا هعتبرها فعل ماضي مبني على الفتح، والشرك بقت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتح. وبكده نكون انتهينا بفضل الله من شرح الدرس. أسأل المولى عز وجل أن ينفعني وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم. كان معاكم أستاذ هيثم المصري.